مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا فيكم. الناس اللي تحس بألم في نصف الظهر ويمتد الأعلى، بعض الأحيان يكون في منطقة الوركين نتيجة الوقوف فترة طويلة، أو إذا جلست بدون ما تتسنى تتعب، هذا نتيجة إجهاد العضلات الموجودة في عضلات الجذع أو الكور نتيجة ضعفها. طيب وش الحلول؟ وش هذه العضلة قبل ما نتكلم عن حلولها؟ زي ما انتم شايفين هذه هي العضلة، تمتد من نصف الظهر وتوصل منطقة الورك، وتأثيرها على منطقة القفص الصدري، وممكن يكون أثرها أيضا على منطقة الكتف. في حال تشنج هذه العضلة راح يكون أثرها على منطقة الورك ومنطقة الكتف ومنطقة أسفل الرقبة، ممكن بين لوحين الكتف. تشنج هذه العضلة نتيجة ضعف عضلات الجذع، أو يكون مثلا عندك منطقة هذا الحوض، منطقة تقوس أسفل الظهر نتيجة تقدم الحوض للأمام، وهذا نتيجة ضعف عضلات أسفل البطن. شو الحلول؟ مرونة لأسفل الظهر وتقوية عضلات الجذع، وأيضا في وضعيات معينة تساعد على مرونة استرخاء هذه العضلات وتحسين مرونة الفقرات الصدرية وأسفل الظهر، وراح أتكلم عنها بشكل